Oui, je suis C'est là. là. Alors, on Oui. commence. التضحية الجوية لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالدار البيضاء ستار ترحب بجميع الزميلات والزملاء لهذا اللقاء وفي الحقيقة نلتقي كذلك عن بعد في آخر أيام رمضان. أظن بأن غدا إن شاء الله احتمال كبير أنه يكون يوم عيد، فبالمناسبة أباركوا لجميع الحضور وجميع الزملاء وكل الإخوة والأخوات وجميع الشعب المغربي بعيد مبارك سعيد. إن شاء الله يدخلوا بالصحة والسلامة ويخرجوا هذه الأيام العصيبة بسلام إن شاء الله. فاللقاء هو لقاء من طبيعة الحال عنده مميزات من طبيعة لأننا دائما كل لقاء ديالنا كل لقاءات ديالنا كيكون عندها واحد الميزه خاصه نحاول ان نفضي عليها. فبعد اللقاء الهام اللي كان عنده ميزه استراتيجيه والتقينا به باهم اعلى المسؤولين في التربيه الوطنيه والتعليم الجامعي، الان غادي نحاولوا نديروا هذا اللقاء مع الزملاء ديالنا والزميلات ديالنا، وغادي يسيروا الشباب الأساتذة الشباب اللي في الحقيقة هما اللي خصهم ياخذوا المشعل ديال سير الجمعية والمسؤوليات إلى آخره. فعندنا الآن لقاء مع السي الثاني اللي هو أستاذ السلك الثاني بالثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب المديرية الإقليمية للدار البيضاء أنفا، وسييسر هذا اللقاء ويدبر الأستاذ أمين اللي هو أستاذ التعليم الثانوي الثانوية التأهيلية مولاي عبد الله بنيابة كذلك. والأستاذ أمين لويزي هو كذلك عضو في المكتب المديري ديال جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع الدار البيضاء أنفا عين شق الحي الحسني مصر، وكان رئيسا في فرع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بأس الزاك. إذا مرحبا ولكن قبل ذلك كنبغي نشير على أن المنسقية الجهوية للدار البيضاء استطاعت في هذه اللقاءات المكثفة عن بعد لا زالت ستبرمج وكل واحد خصو يكون عنده ميزة. فاللقاء المقبل غادي يكون في 30 ماي إن شاء الله مع الأستاذ طاهر هشام، لازم الحقيقة عندنا أساتذة أجلاء. الأستاذ جمال شفيق، أستاذ جمال شفيق هو المفتش المنسق الجهوي لمادة علم الحياة والأرض بجهة الدار البيضاء. كذلك وعدنا باللقاء معه في 6 أكتوبر. عندنا كذلك وحاولنا ننفع على الصعيد الدولي من دكتورة من عضوة أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة بريطانيا، ستقوم بلقاء معنا يكون إن شاء الله يوم الخميس 4 أكتوبر. لا زلنا في انتظار وكلنا شغف يعني تأكيد اللقاء مع عميد كلية بن مسيك كما وعدنا، نظرا لتعذر حضوره في اللقاء مع الإخوة. فلا زلنا وراسلنا ولا زلنا ننتظر له تأكيد الموعد وتشريفنا بلقاء كذلك، نتمنى أن يكون قريبا جدا. وذلك لقاء مبرمج مؤكد من أساتذة أجلاء بكلية العلوم التقنية بني ملال، يعني سنبعث بالليزافيش وبالدعوات. كذلك على الصعيد الوطني وعلى الصعيد باقي الجهات، فنعطي الكلمة للسي بلال الجوري اللي هو من طبيعة الحال المنسق الأساسي في البرمجة ديال هادشي كله.
وهو عضو الموسيقية الوطنية ديال جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض في مادة علوم الحياة والأرض. فليتفضل مشكورا، ربما سيفضي وسيفسر أكثر هذه البرمجة. وعيد مبارك سعيد إن شاء الله. تفضلت بلال. السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم جميعا في هذه في هذا اللقاء التكويني. شرف كبير أن نتواجد معكم ونتواجد مع الشباب، سي طه سي أمين. في الحقيقة هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي بدأتها الجمعية تقريبا منذ بداية الحجر الصحي، تقريبا عشرات اللقاءات. وصلنا تقريبا لأكثر من 1000 مستفيد حاليا من هذه اللقاءات، يا إما عبارة عن ورشات أو لقاءات تكوينية أو لا Mais aussi, je vais partager avec vous une stratégie que j'ai appliquée depuis plus de 3 ans et dont je récolte les fruits dernièrement. Malheureusement, avec cette situation du Covid-19, je n'aurais pas voulu récolter dans ce contexte-là. Mais bon. Donc, mon intervention se nomme stratégie d'interactivité et de gamification de l'apprentissage à distance. Donc, le sommaire se fera en 4 temps. Je vais expliquer les enjeux et les contextes pédagogiques de l'enseignement à distance. Puis, je vais introduire la gamification et les notions de base qui lui sont relatives. Puis, je vais faire la part des choses entre la pédagogie du jeu et la gamification et les mettre en relation. Puis, en dernier temps, les applications potentielles. Et je partagerai ma petite expérience que j'ai faite depuis plus de 3 ans. Donc, à la barakatillah. Donc, le web, l'Internet, a transformé d'une manière spectaculaire notre vie quotidienne, notre manière d'interagir, de s'informer, de développer notre entreprise ou consommer. Donc, il est clair qu'il va transformer le domaine de l'éducation. Il est judicieux de composer avec ces transformations technologique pour en tirer le meilleur. Néanmoins, le domaine de l'éducation, mes chers camarades, est délicat. Donc, parce qu'il agit sur le plan psychologique, mais aussi cognitif. Comment savoir que cette transformation est efficace? Donc, l'avènement des technologies de l'information et de la communication appliquée à l'éducation, communément appelée TIS, a permis un regain d'intérêt pour l'enseignement à distance. Donc, l'enseignement distanciel n'est pas né récemment, il est ancien. Mais ces technologies ont permis un regain d'intérêt. Mais parmi les approches les plus en vue, surtout cette dernière décennie, c'est-à-dire la décennie de 2010 à 2020, c'est l'approche de la gamification qui a bénéficié du développement technologique du secteur informatique. D'ailleurs, c'est la part d'industrie dans les investissements Internet qui a la plus grande part dans ces 2 années, depuis 2018 à 2020. Évidemment, je vais aborder la gamification sous un autre angle, outre que l'angle de l'éducation, parce qu'elle ne vient pas de l'éducation et je vais expliquer progressivement les notions qui lui sont relatives. Donc, les enjeux et les contextes de l'enseignement à distance, les enjeux bien sûr pédagogiques. Donc on commence par cette citation du ministre Saïd Hamzazi. Il a affirmé que l'enseignement à distance ne peut se substituer à l'enseignement présentiel. En outre, que la situation créée par le Covid-19 est sans précédent, elle a imposé une transformation spectaculaire à plusieurs domaines, mais surtout le domaine de l'éducation. Donc l'enseignement distanciel s'est imposé face au présentiel par des mesures d'hygiène. Mais, comme il se dit, l'école n'est plus dans l'école, mais à la maison. Mais, fort à reconnaître, les dispositions de l'infrastructure font défaut. Mais il faut étudier la citation du ministre sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle pédagogique. Pourquoi l'enseignement à distance ne peut pas se substituer à l'enseignement présentiel? Quels sont les enjeux pédagogiques? Quels sont les défauts qu'il faut mettre en lumière d'une manière didactique
et pédagogique. Donc, les chercheurs dans le domaine de la pédagogie se sont focalisés sur les avantages et les inconvénients de l'enseignement à distance depuis plus de 14 ans, depuis l'avènement de ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire le Web où le consommateur peut donner son avis, peut donner un retour d'expérience au concepteur du site Web. D'accord? Avant, il y avait le Web 1.0 qu'on pouvait pas utiliser. Yani, قبل كان الويب 1.0 الانترنت القديم، يعني انت كتستهلك كتطالع على لا باج ويب، الصفحه ويب باش كتشوف، ولكن ما يمكنش لك تعطي الراي ديالك، ما يمكنش لك تشاطر المعلومه ديالك. من 2005 بان لو ويب 2.0، بان مع داك يوتيوب، بان مع ويكيبيديا. لي ويكي في البدايه كانوا هما دي سيبور ديال لو بارتاج دو لانفورماسيون، يعني انت تقدر تصيب ان ويكي او لي صايب لو كونسيبتور دو سيت انترنت te donne la main pour que tu partages ton information. Donc, durant ces 14 dernières années, les chercheurs et les bahitifs ont étudié d'une manière approfondie les avantages et les inconvénients de l'enseignement à distance. Les avantages, par exemple, les avantages sont de rester dans le cercle familial. L'élève, l'apprenant reste dans le cercle familial. C'est-à-dire que l'impact psychologique, il y a un soutien psychologique il peut trouver son rythme de travail, c'est-à-dire qu'il peut et surtout développer les compétences techniques, le kifayat technia, يعني يتعلم كيفاش يستعمل هاد الموارد التكنولوجية الجديدة. Donc, هادو هاد les avantages جميع الباحثين في ميدان علوم التربية أجمع عليهم. Mais cependant, il y a des inconvénients. Et je suppose que mes chers camarades في المينا, زملاء ديال في المينا, غيكونوا واجهوا واحد من هاد الثلاثة السلبيات. C'est-à-dire l'élève est incité à la procrastination. يعني Swift, Gilles. يعني كيأجل التعلمات ديالو خصو يديرها في واحد الريتم اعتيادي كيأجلها حتى من بعد وبالتالي كيتراكم عليه العمل سو كي سينيفي بأنه واحد الوقيته il va décrocher بقوة التراكم. Il y a un suivi pédagogique non maîtrisé. Par exemple, la chèque, لاحظتوا بأن الكمية ديال الفيديوهات ديال المرتبطة بالمادة كثرات. يعني تعدد المصادر، التعدد المصادر يقدر يكون صفة حميدة بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة للتلميذ غادي يتلف، ما غاديش يعرف الوجهة اللي غادي ما يعرفش المصدر اللي غادي ياخذ. Il peut accumuler du travail comme on a dit. Donc il y a des avantages, rester dans le cercle familial, trouver son rythme de travail, développer les compétences techniques, mais aussi il y a les inconvénients. Et les inconvénients, il faut être réaliste, c'est que les inconvénients priment surtout. Sur les avantages. خصوصاً مثلا راف كوستر اللي غادي نشوفوه باحث في ميدان علوم النفس تبت بان السلبيه ديال التعليم عن بعد عندها الاولويه وكتغطي على الايجابيات خصوصا الا كانت المنصه او المسطحه ديال التعليم عن بعد باقا جديده كما في الحاله ديال المغرب يعني صيبتي واحد المسطحه جديده اللي فيها عده لي زوبسيون عده خيارات ولكن التلميذ ما مستانسش بها اجيال واجيال خاص على الاقل شي 3 ans باش يستأنسوا ثلاثة الأقسام التابعة باش يستأنسوا بالمصطلح داكشي علاش ما تنفات 3 شهور سايتي تري ديفيسيل دونك il y a une expérience pionnière des TIS au Maroc c'est l'expérience du professeur Qaddouri Bouamri en 2010 cette expérience menée par des chercheurs qui a été publiée et citée maintes fois a permis de faire en évidence quelques aspects de la TIS, des TIS. Donc, je vais vous dire, l'appropriation de la technologie.
يعني التلميذ يسابروبري لا تكنولوجي، يسابروبري مثلا مصطلحات تيمز، يعني كيولي يستانس بها، كتولي عاديه عنده. وهاد لابروبريسيون دو التكنولوجي فاسيليت لابرونتيساج ا ديستانس. داكور، التجارب اللي داروا افيك تخوا زيكيب، افيك داروا ثلاثه المجموعه ديال الطلبه، وداروا لهم كل واحد مصطلحه وعمليه التتبع افيك لونكادرون ديالهم، عطات نتائج مختلفه كتبين هاد ثلاثه النقاط اللي خصنا ناخذ بعين الاعتبار فاش كنديروا التعليم عن بعد. 3 بوين ا بروند اون كونسيديراسيون. بريميرمون، كومون انسيتي لي ابرونون ا انتيغري لو كور ا ديستونس. كيفاش نحفز المتعلم انه يلتحق بالتعليم عن بعد او بمصطلح التعليم عن بعد؟ وهذه لاحظنا بان كاين نسبه من التلاميذ كيبغيوش يلتحقوا لانهم مقتنعينش بشي حاجه سميتها التعليم عن بعد. يعني من الناحيه السوسيولوجيه، كومو لي موتيفي ا بورسويفر لو ديكور، يعني كيفاش تحفزهم انهم يبقاو متبعين يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، هذاك التعليم ا ديستونس. اي 3، كومو ساسوري كو لي ابرونون رياليز لي زوبجيكتيف فيزي توت ان مانتينون ان كونتاكت ريكورون افيك لو بروفيسور. حيت الدراسه تثبتت بانه سي لو بروفيسور انكادرون ني بلو مي ان كونتاكت افيك لي ابرونون، يا ديكروشاج. يعني هذاك المؤثر، الاستاذ اللي كيأثر القسم ديالو، خصو يبقى ديما اون كونتاكت ويشوف مدى الاهداف اللي تحققات، لي نومبر دو طاش اللي داروا لي زابرونون، ميم سي سي ا ديستانس. دونك اون ا اون كيستيون سنترال كي اي ميز اون اكزيرغ، يعني واحد السؤال محوري كيبان من هاد المعطيات كامله، هي لا موتيفاسيون. كومون موتيفي لي زابرونون ا سيدوكي apprendre à distance. Qui peut nous faire à distance. Maintenant, on a mis en évidence le contexte pédagogique de l'enseignement à distance. Donc, qui peut nous faire entre cette notion nouvelle, la gamification et l'interactivité. Donc, la gamification. Donc, on va partager quelques notions de base. Donc, quelques définitions. C'est quoi la gamification? La gamification, c'est l'incorporation des mécanismes issus d'un jeu dans des éléments qui ne sont pas ludiques à la base. Yani, c'est-à-dire des éléments de l'urba, qui est un achat yomi, qui est un achat à l'urba. D'accord? L'interaction, l'interactivité, on va prendre la définition du chercheur qui a créé ce terme, c'est Jackson en 1972. C'est un échange d'informations, d'actions entre soit une personne et une machine, soit entre deux personnes par l'intermédiaire d'une machine. يعني المقاربة التفاعلية. التفاعل هو تبادل معلومات وأفعال بين شخص وآلة وبين شخصين عبر استعمال آلة كوسيط إعلامي. لابرونتيساج سانكرون، التعليم المتزامن. هذا التعليم المتزامن، التعليم غير المتزامن مرتبط بالتعليم عن بعد. استادير لابرونتيساج سانكرون، يعني منين كتعلم كدير مثلا قسم افتراضي مع التلاميذ وكتواصل معهم على المباشرة، ولا كدير لايف مباشرة وكيبارطاجيو معاك في لي كومونتير. دونك C'est un apprentissage synchrone. Il implique d'étudier à l'aide de discussions. يعني الدراسة عن طريق حوار بين المتعلم والمعلم عبر المنصة. يعني هذا التعليم عن بعد متزامن، يمكن لي لا يمكن أن يحدث إلا بشرط أساسي أن يكون ربط إنترنت. Il ne peut se produire qu'en ligne. L'apprentissage asynchrone. يعني التعليم غير متزامن. هو لابرونتيساج كي بو سيفيكتوي اون لين ولا اور لين، يعني بدون ربط انترنت. يعني التلميذ يمشي مثلا لويكيبيديا، مثلا يطلب لي الاستاذ اون بريزونسيال، لو بروفيسور لو دوموند اون ريشيرش دون اون نوسيون مثلا لا ميتوكوندري، ليليف فا لا ميزون اي شيرش ويكيبيديا لا ميتوكوندري. دونك سي ساجي دان ابرونتيساج اسينكرون. داكور، وفي كلتا الحالتين خصنا نردو البال باننا نبقاو غاردين une motivation continue l'élève. Donc هنا فين كتبان l'avantage de la gamification. Donc la gamification, d'où vient ce terme? Ce terme vient de game, jeu. Le terme est apparu la première fois dans un blog de l'entrepreneur Nick Palin.
بلاي بايلين واحد المليونير ومستثمر معروف في امريكا هو اللي استعمل هذا المصطلح ابتداء من 2002. لا استراتيجي دو غاميفيكاسيون لي استراتيجي دو غاميفيكاسيون ايتي ابليكي او ديبي دون لو دومين دو ماركتينغ بور فيديليزي لي بروسبي اي سورتو لي دون لو موند دو ترافاي هاي تك اي لي اوبن سبيس كي لو ريكوموندي بور موتيفي اي انجاجي لي كولابوراتور بور افوار بلوس ديفيكاسيتي. شنو كاين هذا؟ ان استراتيجيه الغاميفيكيشن بدات في ميدان التسويق عبر الانترنت في بدايه السنوات ديال 2000، يعني كتسوق المنتوج ديالك عبر استعمال استراتيجيه ديال اللعب، فهمتيني؟ باش تجر مثلا المستثمرين ديالك او لي كليون ديالك باش يشريو المنتوج تدريجيا، خصك تموتيفيهم على انهم يبقاو يمشيو ديما للسيت انترنت ديالك. وهاد التقنيه ردي على البال مجموعه من لي بي دي جي ديال لي غروند زونتربريز بحال فيسبوك ولا جوجل، ولاو كيخدموا دون دي اوبن سبيس، يعني ولاو حتى المستخدمين ديالهم كيستعملوا معاهم لا جاميفيكاسيون، كيعطيهم دي بريم ولا دي جو، يعني كيدير لهم لاطاج، يعني الخدمه اللي خصو يديرها كيرجعها لعبه، بالتالي ما كاينش ديك كيحيد داك وهم الاكراه، يعني داك الصراع الافقي ما بين رب العمل والمستخدم، فهمتيني؟ كيحيدها. دونك il fidélise les collaborateurs ديالو et les motive à plus de travail. D'ailleurs, une étude intéressante qui a été faite au niveau de Google, la gamification a permis plus de 14% des collaborateurs à travailler overtime, yani à travailler فوق الوقت ديالهم الاعتيادي, parce qu'ils ont eu un ancrage positif مع وسط العمل ديالهم. Donc, ولكن, ce n'est qu'au début des années 2010, avec les retours positifs de cette stratégie dans des écoles à fort taux de décrochage. Maintenant, je vais dire le Madaris ou Tanawiyat Fouilet Detroit. كانت تجارب ايجابيه من استعملوا مجموعه من المدراء تما كاينه استراتيجيه الجاميفيكيشن، حيث لاحظوا بان الطلبه ديما كيبقاو يولجوا منصه التواصل الاجتماعي، وداروا دي جروب فيسبوك وداروا دي جروب انترنت واستعملوا معاهم ميكانيزمات ديال اللعبه. لاحظوا بان في هذوك الاحياء المهمشه اللي كانت ديما كيكون الهدر المدرسي بزاف، لاحظوا بان التلاميذ رجعوا الثانويات ديالهم ولا الثانويات ديالهم عامه. انطلاقا من التجربه خرج واحد البحث اللي هو كيعتبر نقطه البدايه ديال ازدهار الجاميفيكيشن، هو لارتيكل جاميفيكيشن ان ايديوكيشن وات هاو اند واي باتر. باحثين في جامعه كولومبيا داروا ميزون ميون اكزارغ هاد لا سيتوياسيون ديال ليتا دو ديتروا، اي ا بارتير دو لا يا يو ان بوم دو لا جاميفيكاسيون. D'accord, il y a eu plusieurs logiciels ont été créés. Certains sont des logiciels qu'on va voir gratuits, donc mis à la disposition des éducateurs. Et en plus, عدد من الباحثين وعدد من الاطروحات ديال الدكتوراه ولات كتخاد في هادشي ديال الجاميفيكيشن. Donc aujourd'hui, la gamification prend de nombreux champs. Voyons ce qu'on appelle les serious games. غادي نشرح لي serious games فيما بعد. Il s'agit de gamifier par exemple l'apprentissage d'une langue. La gamification est utilisée dans d'autres services comme le tourisme. TripAdvisor vous récompense d'un badge et d'un titre après un certain nombre d'avis publiés. يعني كيحفزك على انك تنشر الاراء ديالك على الاوتيلات عبر الجاميفيكيشن. Sens Critique et Foursquare flattent l'assiduité et l'ego de l'utilisateur en lui faisant miroiter des récompenses à venir. يعني مقاربة بالمسابقة هنايا. يعني مواقع انترنت كتفيديليزي لو كليون ولا فيديليزي المتصفح ديالهم. لا جاميفيكاسيون طون مارش اي دو بلوس دو اون بلوس دونتربريز سي انتريس ميم لو ميليو ميديكال، حتى الوسط الطبي ولا كيستعمل الجاميفيكاسيون خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هاد الظاهرة اللي كتسمى الآن جاميفيكاسيون عندها مؤتمر دولي ديالها في سان فرانسيسكو 10 سنوات داز عليه، يعني كل شهر يناير في 2010 كيكون مؤتمر ديالها، ان سومي لو كونساكري اون جانفي 2010. دونك جو بي دوني باش نسهل الشرح ديال هاد لا غاميفيكاسيون، سي كوا لا غاميفيكاسيون، غادي نعطي واحد ليكزومبل دو غاميفيكاسيون او كوتيديان. برونون ليكزومبل دو تاش ميناجير. سي ا شاك فوا que l'on faisait le ménage, nous étions récompensés par un cadeau et une récompense. Le ménage serait associé à cet objectif de plaisir
ils ne rechigneront beaucoup moins à l'accomplir. Donc, يعني مثلا بحال الشقه ديال الدار مثلا الا درنا لي جاميفيكيشن يعني درنا مثلا منافسه بين جوج اشخاص كل غادي يغسل عدد المواعن الاكبر مثلا غيكون عنده جائزه ولا هذا يعني كاين واحد التحفيز ايجابي دونك هنا اون بو اون تروفوا كلك ميكانيزم يا لي ميكانيزم دو ريكومبونس دو رونديفو يعني وقت الوقت هي ديال المسابقه دو فيديليتي يعني لا فيديليزاسيون ديال المستعمل اي دو بروغريسيون بار بالي فيغوريفو كو سي كاتر ميكانيزم اون لي تروف اوسي دون لابروش دو لا بيداغوجي بار جو يعني بيداغوجي ديال اللعب ولكن هنا كاين واحد الاختلاف خصنا نبينو بيناتهم فو فيغ لا بار دي شوز لا جاميفيكاسيون اي لابرونتيساج بار لو جو لا جاميفيكاسيون او لوديفيكاسيون ان فرونسي C'est un terme qui désigne le concept qui consiste à rendre n'importe quelle tâche ou service sous forme de jeu. Il y a ni la gamification, mais c'est مرتبطه فقط بالتعليم, مرتبطه بجميع جوانب الحياه ومرتبطه خصوصا بالشغل وبالتسويق. L'apprentissage par le jeu, يعني pédagogie de l'élève, حسب الباحثين في ميدان علوم التربيه, est une tâche ou une activité d'apprentissage où le vecteur n'est pas le manuel scolaire ou le professeur, mais une activité ludique. يعني هي مهام أو نشاط تربوي للوسيط أو الممرر للمعلومة. Le vecteur ليس الكتاب المدرسي أو الأستاذ ولكن نشاط أو مسابقة على شكل لعبة. أتقول لي شنو الاختلاف؟ نقول لك الاختلاف أن الأهداف كتختلف. L'objectif de la gamification, c'est de fidéliser et de motiver. يعني لا جاميفيكاسيون كتخلي ان داك المستعمل يبقى يرجع ديما نفس المره كل مره لديك المسطحه وكتحفزو على انه يخدم ديك المسطحه بينما بيداغوجيك اللاعب الاهداف الاساسيه ديالها اي دانسيتي انسيتي لابرونو ا انوفي اي ايماجيني يعني كتحفز على الابداع يا ايماجيني يعني مخيله دونك دايوغ لا بيداغوجي ديال اللاعب ولات كتستعمل بزاف في الطفوله المبكره Donc, pour développer les notions relatives à l'imagination. Mais on peut trouver un terrain commun. Donc, la gamification appliquée à l'éducation. Donc, on doit respecter quatre conditions. On doit respecter quatre. Premièrement, on doit faire la gamification pour motiver l'apprenant à intégrer les notions du cours. يعني تحفيز المتعلم انه يدمج المفاهيم ديال التعلمات ديال الدرس داكور بي دو لو فيديليزي ا ادوبتي لي ميم استراتيجي افيكاس بور ابروند يعني هنايا خصنا نفيديليزيو يعني انه ماشي فقط يستعمل نفس المسطحه مرات متعدده بل اننا نحفزو على انه يستعمل نفس استراتيجيات ديال التعلم اللي مزيانه ليه اللي خلاته يجاوب صحيح في هذيك اللعبه اللي كتبين بانه دمج التعلمات دونك ان فيديليزاسيون ا دو نيفو 3 دو لانسيتي ا شيرشي لو كونتاكت افيك لي زونسيون بور كونترولي لا جوستيس دي انفورماسيون هاد لا غاميفيكاسيون خص تحفز المتعلم انه يبحث على المدرس ماشي المدرس يجي عند التلميذ ولكن التلميذ يبحث على المدرس باش يتاكد اولا من صحه المعلومات وتاكد من مدى التقدم ديالو ومدى التمكن ديالو من هذيك المعلومه من هذوك المفاهيم دونك كاتريامون دو ديفلوبي ليسبري دينوفاسيون اي ليماجيناسيون دي زابرونون يعني هاد لا غاميفيكاسيون تحفز التلميذ على انه تا هو يصيب ان جو يصيب اون اكتيفيتي لوديك باش يتعلم اي مثلا لما لقاش هذاك لو جو مرتبط مثلا اون فافير ان جو ليي ا لي لوا دو مندل يعني واحد الدرس في اسويت Donc, malgré un jeu, il sait où un jeu. Voici ce que je vais faire plus tard dans la séance. D'accord? Donc, l'approche ludique, la gamification et l'éducation. Donc, quels sont les points communs entre la gamification et l'éducation? Comment faire une gamification efficace pour l'éducation? Donc, nous allons voir la théorie du fun. Le professeur Ralph Koster a publié en 2004 un livre très intéressant, c'est un psychologue de renom, qui indique que lorsqu'on rend une activité ludique, elle permet d'associer et d'assimiler les notions contextuelles et cognitives de manière plus efficace.
شنو كيعني ان هذا مثلا شي نشاط رجعتيه، نشاط ممتع، السياق المعرفي ديالو والسياق حتى الشعوري والحسي كيدمجوا بسرعه. دابا اون فا فوغ لي شامبيون ديال هاد لي بيوني ديال لا غاميفيكاسيون اي ديال لو ويب ديزاين، يعني تصميم انترنت. ils ont déterminé quatre types de fun. Par exemple, la web designer Nicole Lazzaro, c'est une designer de renom, a déterminé quatre types de fun. أربع أنواع ديال المتعة. وهذا التيب شرت لهم سابقا للإشارة أن هاد لي تيب دو فن ولاو مدرجين، يعني سي سون ديفوني دي تروك أسي سيريو في بعض الدول، مثلا باغ إكزومبل أون بلجيك أون كندا، سيرتو دون كيبيك، لي إنسبكتور بيداغوجيك إي تو سا أون إنتيغري سي نوسيون، سون دي نوسيون أوفيسيال بور أو. دونك يا كاتر تيب دو فن، أربع أنواع ديال المتعة. يا لو إيزي فن، سي كوا لو إيزي فن؟ S'il vient de la curiosité, avec un engagement minimal, il peut se résumer au fait de scroller et permettre de rendre un site visible. Easy fun abraz mitel, mutalim ou mutasafeh qui mchit Facebook, qui ben li بعض الصور ولا بعض المعلومات على شي شخصية تاريخية إلى آخره, qui dir un like. ولا qui ben li واحد تعليق, qui عجبو داك التعليق, qui dir li un like. فهمتيني؟ هذا المستوى السطحي ديال التعلم. People's fun, يعني التعلم تشارك هنا, il vient du partage. Avec un peu plus d'engagement, il trouve sa place sur les réseaux sociaux et les communautés collaboratives. Maintenant, Telamid, quand on dit que nous avons dit que nous avons un groupe de WhatsApp ou le groupe de Facebook, خاص بواحد الدرس. On a غادي تبوستو فيه صور ولا الوثائق مرتبطه بهذاك الدرس. Donc هنا المتعه، كاين واحد المتعه وكاين واحد التعلم والمتعه في تبادل المعلومات، يعني هما يتناقشوا مع بعضياتهم شنو هي المعلومه الصحيحه وشنو هي المعلومه الخاطئه. باغ اكزومبل ديال شي درس مثلا، باغ اكزومبل الجينيتيك دو بوبولاسيون، غادي دير لهم جروب ديال جينيتيك بوبولاسيون فيسبوك ويجيبو هما يقلبوا ويحطوا تما كاينه وهما يتناقشوا مع بعضياتهم صحيح وخطأ، وغادي يسولوك وانت تعطي المعلومه صح. دونك هذا سي ان دوزيام نيفو لو بيبل فان. ثوازيام نيفو لو سيريوس فان، بروبوز ا جوي كلكو شوز كي ا دو سونس، l'impact peut être environnemental, culturel ou même sanitaire. Le serious fun est utilisé dans le domaine médical, surtout dans la psychologie, donc les jeux de rôle. Yani pour les gens qui ont un trauma nerveux ou autre, ils font un jeu de rôle, yani avec plusieurs camarades qui ont la même maladie, ou peut-être yani بحال مسرحيه كتحفز التلاميذ على اجراءات ديال الحجر الصحي وديال التباعد الاجتماعي. Donc هنايا serious fun. Mais enfin, le dernier niveau, le hard fun. Le hard fun, c'est quoi? C'est un engagement plus poussé qui vient de la maîtrise. Il repose sur la notion de challenge et ne s'adresse pas à tous les publics. Le hard fun, il y a une chose qui est très spécifique. Il y a une chose qui est très olympiade des riadiats. Ou qui est une olympiade adiée. Il y a une olympiade qui est très spécifique. Le meilleur des meilleurs, les radis, il y a. Donc, on a quatre types de fun. Quatre types de fun. Et je peux vous dire que les chercheurs ont permis d'établir que chaque type d'activité ludique peut être applicable au domaine de l'éducation sous forme de gamification. Chaque, il y a un livre sur CIA, maintenant le People Fun, quand on vient à Koulkoum de près ou de loin, vous avez utilisé des plateformes de WhatsApp ou de Facebook pour partager l'information. C'est vrai, il n'y a pas une optique de gamification ديال الجو، يعني ما غاديش تقول لهم اللي جاب الاول نعطيه مثلا شي جائزة الى اخره، ولكن il y a quelque chose des notions qui lui sont relatives. Donc comment inciter les apprenants à jouer, la question centrale. الدرجة الاولى ديال la gamification كيفاش تحفز المتعلم انه يلعب هذه اللعبة. On va partir du côté de l'économie et du business plan. Par exemple, le professeur Jeroen van Brie de l'Université d'Amsterdam, qui est un célèbre économiste, a travaillé sur la gamification pendant plus de 10 ans. La gamification au domaine des entreprises, yani d'Albert, de la gamification il a conclu trois choses. Le jeu doit trouver sa justification. Donc, sur trois niveaux, personnel, organisationnel et sociétal. C'est quoi? Donc, au niveau personnel,
سي ليكسبيريونس دو لوتيليزاتور. يعني مبرر انه يستعمل هذيك اللعبه التيميت خاصها تكون اللعبه يعني جذابه سهله في الاستعمال. مثلا انا نعطي مثال بزاف، مثلا من التلاميذ ما بغاوش واحد المسطحه معينه لانهم كتجيهم صعيبه، لانهم ما يقدروش يتيليشارجيوها لانهم كتستهلكهم يوم الربط ديال الانترنت، ما غاديش يمشيو لذاك الموقع. باغ كونطخ الا كانت المسطحه سهله في المتناول ديال المتعلم وديال اولياء الامور ديالهم، غادي يمشيو ليها وغادي يلعبوا ديك اللعبه. دونك il faut travailler sur le plan de l'ergonomie، يعني تسهيل الولوج للعبه وللمصطحه. Voici le premier niveau, le niveau personnel. Donc au niveau organisationnel, incorporer les apprentissages dans un schéma directeur permettant la distribution du support dans la classe. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني خصك تمشي التعلمات بطريقه مسيره ومنظمه، يعني انك غادي يعني بحال الجداده، يعني دير واحد الجداده ديال اللعبه. دونك اون بلوس لو شيما ديريكتور دو اتر ديستريبيي بارابور ا لا كلاس، يعني التفاصيل، يعني لا بروغريسيون، هل الطاش الاولى الطاش الثاني الطاش الثالثه، خص كلشي يكون عارفه في القسم وكلشي عارف شنو هو الهدف وكلشي عارف بان سيت اون كومبيتيسيون خصنا نتباراو. يعني كاين واحد المبرر ديال استعمال لو جو sur le plan de l'organisation de la classe et sur le plan ديال الدرس. حيت كاينين شي مثلا خصك تفهم معايا بانه كاينين بعض المفاهيم اللي ما غاديش تكون سهله انك ترجعها دي جو في كل درس، وكاينين مفاهيم اللي كي سون اوبتيميزي لانهم مثاليين انك تستعمل لا بيداغوجي ديال لا غاميفيكاسيون. او نيفو سوسيتال سي اميليوري ليماج de l'apprentissage par le jeu dans l'opinion des proches de l'élève et maintenir un critère d'acceptabilité. شنو كيعني هذا؟ الا كنتي غادي تعلم التلاميذ عبر اللعبه، خاص هذه اللعبه تكون مقبوله في السياق ديالهم الاجتماعي، لان مثلا اولياء الامور ملي يشوفوا التلميذ كيلعب يقول هذا كيلعب ما كيقراش، واخا هو يشرح لهم بانه راه المدرس ولا هذا غادي ما غادي راه كنقراو بهذا الشيء، ما غاديش يقبلوها. وهذه هذا النيفو تواجهت مع شخصيا يا كاتخوم ملي بديت هاد لا غاميفيكاسيون، يعني كان واحد الرفض لبعض اولياء الامور لهاد اللعب، كان رفض انه يستعمل لانه بالنسبه لهم القرايه سي دوفوار اكريتور تو سا تو سا تو سا. داكور، دونك tu dois agir sur ces trois niveaux، على ثلاثة المستويات: المستوى الشخصي المتعلم، مستوى القسم، ومجتمع مستوى المجتمع والأقرباء والمستوى الأسري. دونك يا تخوا كريتير خصك تضبطهم. دونك او نيفو دي زيليف، إما عندنا حنايا أنواع التلاميذ بالنسبة لا غاميفيكاسيون، كاينين أنواع اللاعبين، خصنا نعرفوا أنواع اللاعبين في كل قسم، عندك أنواع اللاعبين. Donc le jeu doit être adapté à un utilisateur ou aux utilisateurs qui sont nos élèves, soit au niveau didactique, mais aussi au niveau de la relation que développera ces derniers avec l'interface. Donc il faut savoir quel type de joueurs sont nos apprenants. خصنا نعرفوا العلاقة اللي غادي ينميها التلميذ أو المتعلم مع المصطلح. حسب البروفيسور ريشارد بارتل، selon le professeur Richard Bartel, un spécialiste qui lui a aussi travaillé sur le plan de la gamification, il y a quatre types de joueurs ayant des objectifs et un positionnement différent face au jeu. La classification de Bartel il est معتمده في بعض الدول بالنسبه للبيداغوجيه اللاعب. Donc il y a اربع انواع ديال اللاعبين. Le premier achievers, ils l'ont nommé achievers, ceux qui veulent finir le jeu, يعني اللاعبين اللي كيبغيو يكملوا اللعبة ويتمكنوا منها 100%. Explorers, les explorateurs qui veulent découvrir le jeu et attendre de la nouveauté. يعني كي ماشي بغاو ينهيو اللعبة، بغاو يستعملوا لو جو، يستعملوا البروغرام، يشوفوا كاع لي زوبسيون اللي كاين في البروغرام وكيتسناو الجديد. كاين لي سوسيولايت كي فيل بارطاجي اون اكسبيريونس لوديك، يعني هاد اللعابة ما يمكن ليهم يلعبوا اللعبة التربوية ديالك الا اذا كان عدد كبير من التلاميذ لعبها وكانت كتتيح ليهم المجال انهم يتواصلوا مع بعضياتهم ويقارنوا مدى التطور ديالهم في ديك اللعبه مع بعضياتهم. هادو سو سون لي سوسيولايت. وكاين اللي يسمى بالكيلرز،
الفيلرز هما تقريبا بحال التلاميذ المجتهدين، يعني اللي عندهم واحد لو سونس دو كومبيتيسيون تري زيلفي، اللي بغاو انهم يكونوا ديما هما الرقم واحد ويتواجهوا في مباريات ضد اللعابه الاخرين. داكور، هنا عندنا هذا لو شيما كي اسي سامبل. عندنا من جهه اللاعب ومن جهه اخرى العالم، حنا كنقولوا العالم يعني المسطحه، ومن جهه الفعل والتفاعل. الفعل هو انه الفعل اللي كيقوم به اللاعب في هذيك المسطحه، والتفاعل هو مع اللعابه الاخرين. فهمتيني؟ وكتبان لكم هنا لو شيما ديال الانواع ديال كل نوع من اللعابه. دونك واحد الجانب مهم، لا جاميفيكاسيون ليدوكاسيون كوم اون افيو او ديبي، اي ساجي دان ميكانيزم دو ريكومبونس اي دو انجاجمون. دونك اون جاميفيكاسيون انتيليجونت نيسيسيت اون انتيغراسيون بروفوند دان بروغرام دو ريكومبونس، سيتادير il faut récompenser la communauté et les meilleurs de cette communauté. يعني خصك دير واحد الميكانيزم اليه ديال الجوائز، اللي غادي دير جائزه بالنسبه للقسم كله اللي لعب هذيك اللعبه، وديال جائزه للمتميزين داك القسم، يعني حسب نوعيه ديال اللعاب. يعني الجائزه ديال اللي سال اللعبه هي الاولى جاب كلشي صحيح، ولا ديال اللي كيتواصل اكثر مع التلامذ. دونك هاد لي كادو سون دوبي توجور اون موتيفاسيون بور بارتيسيبي ا ديفيرون جو كونكور. يعني كاينين في المسابقات كنديروا مسابقات تربويه، ولكن ما يمكنش دابا بحال في لا جاميفيكاسيون في ميدان التسويق عبر الانترنت كتعطي مثلا خصم ديال 15% ديال شي منتوج. ما يمكنش لك دير هادشي في ميدان التربيه والتعليم، دونك لاننا حنا كندويو على ميدان التعليم. دونك لي ريكومبونس في لو دومين ديال ليديكاسيون طوند فيغ دي بونوس ايدوكاتيف، دي بادج de يعني دي بوين بلوس، يعني مثلا نقاط المشاركه، كتاب صغير لهم باش يديروا المعلومه، او فقط انه هو يطلع تجازي مثلا في القسم هذا الميور وتعطيه واحد بحال شهاده، ولا دي بون بوين بحال البريمير. داكور، هنايا عندنا غادي ندوزو لابليكاسيون. دونك Je vais partager avec vous dans ce quatrième axe mon expérience. Parce que j'ai une petite expérience dans le domaine du marketing par l'internet et dans la conception des sites web éducatifs. Et parce que le domaine de gamification vient du marketing, j'ai appliqué le modèle via le marketing dans l'éducation. Donc, l'éducation et le marketing. Étant donné que la gamification est apparue dans le domaine du marketing, il est évident d'adopter des stratégies en inspirant de ce terrain dernier. La méthode que je vous propose peut se résumer ainsi. Donc, je n'ai la méthode que je propose. Gamifier son cours et promouvoir son cours sur Internet. Il y a une unique de la gamification de la personne à travers Internet. Il y a une mécanique غايه ماديه، ولكن التسويق انهم باش يمشيو ويستعملوا ديك المنصه وديك المسطحه ديال اللعب. مثلا كتبدا بسيبلي اون نيش في الماركتينغ، يعني كتشدي اون نيش، يعني واحد مجموعه من التلاميذ اللي عارفهم عندهم دي فيليتي، يعني عندهم واحد الميزه انهم عزيز على مثلا اللاعب، غادي تستهدفهم هما كيتسموا لو بوبليك اوف ايرلي اكسس، يعني الناس اللي يكون عندهم دخول مبكر او ولوج مبكر للمنصه. غادي تفيديليزي هذاك الجروب الاول، مثلا تعطيهم شي جوائز ولا شي حاجه ولا تحفزهم تموتيفيهم. هذاك الجروب تي فا لو ترانسفورمي او بروموتور، يعني هذوك المجموعه الاوليه او المجموعه الرائده ديال التلاميذ اللي ولجوا المنصه، هو غتعمل انهم هما يوليو هما اللي يسوقوا ولا يروجوا اللعبه للتلاميذ الاخرين انواع الاخرين. وكنصح صراحه انك تستعمل الاكسبلوررز، يعني النوع ديال التلاميذ الاكسبلوررز والسوسيولايت، يعني التلاميذ الاجتماعيين، دوك اربع انواع ديال اللعابه، التلاميذ الاجتماعيين والتلاميذ اللي عزيز عليهم يكتشفوا المسطحه باش يشوفوا الايجابيات ديالها ويدوي مع التلاميذ الاخرين مع باش يولجوا للعبه. ديفيزي لو جو ديك الساعات عاد باش تسيب لي نوتر نيش. مثلا علاش تسيب لي نوتر نيش؟ يعني فاش يكون اللعبه انتشرت على الصعيد ديال القسم كله، غادي يبان لك ان بعض التلامذ ما استطاعوش يجيبوا فيها مزيان في ديك اللعبه، ما تادابطوش ليها.
هذه كتولي هي المجموعه الثانيه، وغدير لهم لعبه خاصه بهم باش تشوف النتائج ديالها. واضح؟ وهكذا كيبين لنا بانه لا جاميفيكاسيون يمكن لي كتمكننا ايضا نلعب على البيداغوجيه الفريقيه، يعني اون ايديكاسيون ديفيرونسيي. il faut mettre en exergue خصنا نشيروا انه لا كومونيكاسيون خصها تكون متواصله بين المعلم والمتعلم. يعني هذه الاستراتيجيه وهذه الحلقه خدمت عليها مرات ومرات متعدده، وكتبان لي واحد الميكانيزم، كيبان واحد المجموعه كتستعمل لو جو، كتروج الاخرين، التلاميذ كلهم كيتبعوا. من بعد كيبان واحد المجموعه ما كتجيبش مزيان في اللعبه، ما كتعجبش اللعبه، كتصيب لها لعبه خاصه بها بسرعه كتعجبها، وكيولي مقارنه بيناتهم جوج بين دوك اللعاب، وكيسولوا كيفاش نصايبوا حتى حنا من جهتنا هاد اللعبه، ما عندناش معرفه. غتوريهم كي اتعلمهم كيفاش يستعملوا المصطلحه، هيا كفايه تكنولوجيا ربحوها، وغادي يولي وتعطيهم مهام. من بعد صايبوا لي نتوما اللعبه مثلا على الميتوكوندريات، صايبوا لي مثلا اللعبه على الجهاز العصبي، فهمتيني؟ وبهذوك اللعاب اللي غيصيبوا همايا غادي تكتشف الاخطاء او المفاهيم اللي ما تعلموش ليها بطريقه صحيحه، فهمتيني؟ هنا كاين تعليم مقلوب او معكوس. دونك الا بغينا نلخصوا لابروش، مون ابروش اي سي في بار 5 زيتاب، خمس مراحل. سيبلي لو بوبليك اون كلا يوتيليزي لو جو سون بريديسبوزيسيون او فورماسيون، سي لا نيش اليف ايون اون اكسبيريونس دون لي جو او لو دون لو دومين de l'informatique. Il faut déterminer le type de joueur et le type de jeu qui va les persuader. Concevoir le contenu éducatif numérique avec les documents adéquats. Fiche de conception et storyboard. Maintenant, je vais vous donner la fiche de conception et storyboard où il y a un peu de temps. كيمني كيدير شي لعبه ولا شي حاجه كيعطي لافيش دو كونسيبسيون المفتش ديالو ولا ستوري بورد، وكانوا تكوين حتى المفتشين والمعلمين فهادشي ديال لي ستوري بورد وفيش دو كونسيبسيون. كيم غاميفي لو كونتوني او ريسبكتون لي كونديسيون سويفونت، انتراكتيفيتي، اوبجيكتيف كلير اي بريسي، ريكومبونس اي لاكروش. لاكروش ولا ذا هوك، يعني كدير واحد لافيش كبيره ولا مثلا بحال في شي مسابقه كتقول لهم غادي نعطيكم جوائز مزيانه ولا شي حاجه ومفاجآت، يعني كدير لهم كما كيقولوا بالدارجه النشبه، كنعتذر على هذا المصطلح ولكن حيت جاي هادشي من التسويق، يعني خصك تسوق اللعبه. il faut former le public cible et l'inciter à partager le jeu en leur donnant certains avantages. technique de l'early access، établir un funnel. early access و funnel هي مصطلح جاي من التسويق في الانترنت، يعني واحد مجموعه من الاشخاص اللي كتروج لهم المنتوج ديالك او كتروج لهم اللعبه هما يعملوا على النشر ديالو اون بلو غوند ايشيل، فهمتيني؟ ولكن خصك تعرف شنو اللي كيعجبهم وتعطيهم دي زافونتاج بارابور للعابه الاخرين. سانكيامون كومونيكي دو مانيير كونتينيو افيك لي زوتيليزاتور اي لي زيليف بور دو بوتونسييل ريكومبونس او دو ميز اجور. ضروري يبقى حبل التواصل مع بين المدرس والمتعلمين كاملين، وهذه هي اكبر صعوبه ماشي عارف لا جاميفيكاسيون بل في التعليم عام كله، لان ولوج المعلم او المدرس لجميع التلاميذ جد صعب، يعني ابروش با مرتبط هادشي بالانفراستركتور. دونك جو في فو مونتري مون اكسبيريونس افيك 3 لوجيسيال اد بازل H5P اي كاهوت، سورتو كاهوت. دونك جو في فير اون ابليكاسيون ان اتيود دو كا. C'est ça, s'il vous plaît. Oui. Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions à propos de ta présentation? Parce que déjà, on a affiché, madame, c'est Petit Khadija. Ça donne une petite question. Ou là, il va te واش الاستاذ في التسلسل ديالو؟ انا كنقترح والله اعلم لا، حيت هذا هو اللي كان اتفاق سي برزاق. دونك تفضل يلا، اللي عنده شي كلام باش ما يضيعش استاذ لو فيل دو كوندكتور دو لا بريزونطاسيون. تفضل، الا ما كانش شي سؤال نخلي الاستاذ يكمل. دونك سي اشباب كنشوف حتى يمكن عندك شي تدخل.
السلام عليكم. لا لا خلا قبيل اللي ستي دار صافي هدرت معاه في البدايه صافي واخا مرحبا سي عادل سي عادل مدام عادل السلام عليكم. وعليكم السلام. لا انا ما عنديش سؤال غير باش نفهموا النقاش حيت كاينين دي بوا كيف اكليرسير وصافي ما السؤال ما عنديش انا غادي عن نناقش نطعموا داك الشيء وصافي. مرحبا نخليوه حتى الاخير السي عادل حتى الاخر ماشي مرحبا مرحبا تفضل السي طه. Baissez les mains, si vous permettez, parce que ça dérange le modérateur. Merci beaucoup. D'accord. Je vais vous montrer une application. Je vais vous montrer trois applications en utilisant les applications. J'ai en premier lieu Kahoot. Vous pouvez créer un compte gratuit dans Kahoot. Est utilisé pour créer des jeux sous forme de compétition, comme le Géopardy, comme question pour un champion. D'accord ? Utilisable par le portable. D'accord ? Maintenant, je vais utiliser, mais avant de commencer avec Kahoot, je vais montrer Edpuzzle. Edpuzzle, واحد المنصه كتستعملها كت مثلا كتليشارجي دي فيديو ديالك في يوتيوب لهذا تقدر تحول الفيديو تقطع منه تمونطيه ولا دير فويس اوفر يعني دير صوت فوق الفيديو دوريجين ici j'ai pris ma vidéo et surtout tu peux créer des questions par exemple multiple choice question open ended question ولا دي نوت يعني تقدر مثلا هاي هذا الفيديو مثلا تستعمل هنايا ترجع لي كيسيون مثلا ici et les utiliser. Donc, l'application elle propose plusieurs avantages. Par exemple, il y a une vidéo une vidéo sur YouTube ou sur Hajet, tu peux dire voice-over, tu peux dire saut, Mais puisqu'on parle de gamification, ici, le point le plus intéressant, au moins les questions. Tu créeras des questions dans des points précis. D'accord. Je vais aussi partager avec vous une expérience que j'ai faite avec des élèves. Lorsqu'ils étaient dans le tronc commun, et depuis 3 ans, ils se sont habitués à l'aide des techniques que j'utilise. Donc, maintenant, j'ai utilisé, par exemple, la plateforme A5P pour gamifier une de mes vidéos. Maintenant, il y a une vidéo que j'ai gamifiée. Je leur ai partagé le lien. Par exemple, je vais couper le son. Ils vont suivre dans certains points. Est-ce que tout le monde peut suivre ici? Est-ce que vous voyez la pointeur de la souris? Oui, tout le monde peut. Ah oui. Donc ici, par exemple, je parle du diagramme d'Amberger. Lorsqu'ils verront ce point-là, il y a une question qui va apparaître. Par exemple, avec le son. Donc, par exemple, j'ai choisi n'importe quoi. Donc, la question est fausse. La gamification consiste ici à répéter la portion de la vidéo jusqu'à ils obtiennent une réponse juste. Donc, on passe à la deuxième étape. Ici, par exemple, je présente une deuxième donnée. Une deuxième question. Par exemple, c'est fill in the blank. Par exemple, je fais maintenant n'importe quoi. Ils vont répéter عاوتاني نفس هذا. La gamification ici consiste à انه كي تكدير معهم مسابقه شكون الاول اللي غادي terminer la vidéo. كاين مثلا دي فيديو plus long مثلا درتهم ولكن حيت لو سيبور ديال الوقت ما غاديش يقدنا يعني شكون اللي يقدر يسالي الفيديو لو بروميير مثلا هادي peut se faire en présentiel مسابقه. كاين par exemple ici à la fin. Lorsque la vidéo se termine, vous donnez des bons points à certains, ceux qui vont finir, par exemple le summary, le résumé, par exemple ici il y a un résumé qui va apparaître. Ils vont choisir, par exemple les propositions les plus justes.
Donc ici, ils ont obtenu 2 sur 3. Après avoir terminé, voici le score. D'accord ? Ils vont faire submit. Et tu leur donneras une adresse email et tu compareras les élèves qui ont eu les plus grandes réponses, yani le plus grand nombre de points, et tu feras une séance. باش يصايبوهم الفيديو ديالهم هما كيبانوا فيها وكيشرحوا شي حاجه ويبارطاجيوها للتلاميذ الاخرين هما غادي يصايبوا الاسئله انت كمعلم او مدرس غادي تشوف نوعيه الاسئله الاسئله اللي طرحوه غادي تصححها كمصدر كومي بيرسون ريسورس وغادي تشوف التلاميذ انهم حتى ملي شافوا هادوك ولاو حتى ما كيديروا مسابقات كيتحفزوا على 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 انهم تما يجاوبوا مزيان ويجدوا لهذا الشيء لهذ الدروس وهذه الطريقه لاحظت بانه كان واحد الارتفاع ديال المردوديه بالنسبه للتلاميذ خصوصا في التلاميذ ديال الجدع المشترك في هذا الدرس اللي كان هو العوامل المناخيه وكان تحفزوا بالنسبه للدوره الثانيه انهم يزيدوا في العمل بطبيعه الحال كانت واحد التجربه اخرى ولكن هذه التجربه غادي غنكون غير سطحي فيها باغ اكزومبل هي كلاس كرافت سي ان جو دو رول بور لي زيليف داكور الكتابي خصو يكون مضبوط الى اخره ما غاديش تستعملها ولكن انا كندوي على لا جوستيفيكاسيون سوسيتال وهذا هي اكبر عقبه حيت مازال ما دخلت لا كولتور ديال الجاميفيكاسيون ثقافيا مازال ما اندمجت في عدد من الدول داكور ثقافيا مازال ما اندمجت في عدد من الدول وهذا هو الهاجس يعني الاباء والاولياء التلاميذ كان عندهم مشكل في تقبل هاد البيداغوجي تلعب لانهم راكم عارفين الرؤيه ديالنا الكلاسيكيه ديال التعليم هو المراجعه الى اخره خصو يكتب كل ما زاد عدد الأسطر اللي كتب كل ما زاد عدد الأوراق اللي استعمل اللي استهلك كل ما زاد أوه دابا يا لغاميفيكاسيون هي أصلا ما بداتش من ميدان التعليم بدات من ميدان المقاولة والتسويق سمحات بواحد تقدم ملموس في ميدان اندماج بالعمل وسمحت بواحد التقدم ملموس في التعليم لا غاميفيكاسيون يعني غادي تشوف راه اصلا هي احد لي طوندونس الكثيره مثلا في الفيديوهات ديال اليوتيوب ولا ديال الفيسبوك وكاين عده بحوث والدكتورات يعني انطلاقا من 2012 كاين الاطروحات ديال الدكتوراه كي اون تي سوتنو في لا غاميفيكاسيون إذا كان شي سؤال دونك جو بونس بانه ليتود دو كا اون لا في ماتنو جو فو ليس لو شان بور فو كيسيون اي فو بور كو جي ريبوند سي امين C'est Tara, shukran bzaf pour ta présentation. Nous espérons vous avoir apporté des informations intéressantes et avoir répondu, bien sûr, prochainement à les questions les radicaux nous d'abord. Vraiment, Saraha, Taha qaddem wahed l'ard hawl ta'lim, yani ta'lim al bu'd. وحاول يوضح يعني دور المصطلح اللي كان شيئا ما غامض المصطلح ديال الغاميفيكاسيون وليتيليزاسيون ديال هاد الغاميفيكاسيون في لونسينيومون وكذلك يعني كيفيه استعمال هاد التطبيقات يعني في الحصص الحضوريه وفي الحصص الغير حضوريه نعم وثم في الاخير قدم عده يعني انواع من هاد التطبيقات كايدي بوزال وكاوت اللي عطى فيه يعني نبدا عن كيفية الاستعمال لا يتطرقون بتاتا لمادة علوم حياة الأرض في الظرف 3 سنوات ولو هما الذين يأخذون زمام مبادرة يعني ولكن هاد الشيء خصو واحد شوية ديال الصبر
ودي المساعدة المؤسساتية. كنذكر بديك التبريرات، خص تبرير شخصي وتبرير مؤسساتي وفي القسم، والديداكتيكي والتبرير الاجتماعي. داكور؟ يعني مثلا الا مثلا قدمنا مثال الوزاره ان مجموعه من التلاميذ اللي نقدروا نقولوا قاطعوا الدراسه او نقولوا ما عندهمش الكفايه الاساسي ديال القراءه او الكتابه، او التلاميذ كيعانيوا مثلا بحال ابرز مثال مثلا مرض التوحد، راه كيتستعمل فيه كاهوت مثلا في بعض المؤسسات الامريكيه. ماشي غير كاهوت، حيت كاهوت غير موقع، كاين المواقع مشابهه ليه، كاين مثلا نيربود، كاين مثلا واحد منصه تشاركي سميتها الفرامباد، يعني كتصيب وثائق وورد تشاركي بينك انت وبين التلاميذ في القسم، وكيبقى عندهم هما لا كوبي على شكل موقع في البورطابل. يعني كاين عدد من التطبيقات اللي كتشبه كاهوت خاصه بهاد لا غاميفيكاسيون في ميدان التربيه. كنظن بانه اخيرا انه الى شاركنا مثلا، الا كانت شي فريق ديال الطاقم التربوي يشارك في ذاك المؤتمر اللي كيدار كل عام في سان فرانسيسكو بشي منتوج محلي، راه غادي تكون انا كنركز على انه الا كان، حيت كاهوت كاين، ولكن كاين عندنا تبارك الله في البلاد مبرمجين كومبيتون، وكاين فريق تربوي، حيت كاهوت شنو هو؟ مبرمجين في الانفورماتيك وطاقم تربوي. داكور، بالاضافه الى الناس خبراء في الميدان بحال خبير خبراء في علم الاقتصاد وهذاك داك الديزاين ستادي ديزاين. يعني هنايا الا كان طاقم محلي مغربي 100% صيب شي منتوج ديال لا غاميفيكاسيون خاص بالمغرب وبالمدرسين المغاربه، غادي يكون هذا دافعه ورافعه كبيره، ماشي فقط لا غاميفيكاسيون ولكن التعليم عموما في البلاد. شكرا سي طه. الى كاين شي سؤال اخر؟ الى ما كانش نحاولوا نوقفوا اللقاء. الى كان شي تدخل شي اضافه اخرى غادي تضيفها سي طه؟ هو اولا كنشكر كل من سهر على ان نوصلوا هذه المعلومه، وكنتمنى انه نعاودو نديرو هاد التكوينات صحيح هاد الكوميونيكاسيون في فرص اخرى، وكاع حضوريا انا راه الاشاره ديال الجميع. كنشكر السي بورزيق وكنشكر السي امين وكنشكر الجميع على هاد الفرصه هادي. شكرا لك. كنركز على حاجه وحده، انه اؤكد واعيد كما في جميع الدورات التربويه اللي كنقول، إلا ما لم يجتاح تعليم سمارتفون فإن السمارتفون سيجتاح التعليم. صحيح. وهذا هو الخطر. يعني خصنا نلقاو شي طريقة لأصلا التعلم. دابا جميع التلاميذ كيتبعوا معايا ماشي في الحواسيب، يعني ماشي كلشي عنده أورديناتور بورتابل، ولكن تقريبا كلشي عنده سمارتفون. يعني خصنا نركزوا على السمارتفون خصوصا ونرجعوه كوثيقة أو كدفتر تربوي أو معين تربوي للتلاميذ. وشكرا. شكرا سي طه. قبل ما نختمو غادي نعطي الكلمه السيد رئيس جمعيه مدرسي علوم حياه الارض فرع انفا والمنسق الجهوي للايز في تي كازا ماروك. تفضل السي مصطفى بورزيق. السلام عليكم. في الحقيقه ما غاديش نلقى الكلام او المواصفات اللي غادي نستحق نقوم بها بجوج، السيد امين لويزي والسيد طه عتاني، الا انني نضم صوتي للصوت ديال الحاج بوحمادي اللي قالت بان نو لي روتريتي عندنا قطف. في الحقيقه احنا مرتاحين على ان الطاقات الشابة اللي مندمجة وتصير مستوى الجمعية وفرع الجمعية، في الحقيقة غادي يعطينا واحد الراحة ونحسوا بأننا في الحقيقة قدمنا المشعل لمن هم أفضل منا. في الحقيقة كان عندي قبيلة واحد التساؤل حول الصعوبة في لي كونسيبسيون دي كونتوني إيدوكاتيف، les fiches de conception, storyboard, etc. ومن طبيعة الحال
قالها سي طه في الشهاده ديالو امام رئيسه الجامعه ومدير الاكاديميه لحد اللي داز على انها كتطلب واحد الجهد وواحد الوقت طويل وربطا في ما تطرق ليه السي بوغالب المنسق الوطني للاس في تي داخل الجمعيه باش نبينوا الاهميه ديال هاد التقنيات ونحاولوا نوظفوها ونديروا بها المرافعه على مستوى الوزاره الى اخره. فاولا كيفو ميتر لا مي على بات دونك غادي حنا تعرفنا دابا سي طه مشكورا اكيد انه منخرط معنا على اساس انه يزيد يدير اعمال تطبيقيه باش الناس المره المقبله ان شاء الله سنحاول على ان يكون التكوين تطبيقيا مباشرا ونديروه عن بعد. علاش عن بعد؟ اقترح عن بعد لان كنمكنوا جميع الاخوان ديالنا في التراب الوطني كامل ديال المملكه انهم يتبعوا، اما حضوريا فيقتصروا على فرع او اثنين. قاعده الدروس غاميفينون غاميفين طبيعه الحال السي طه عنده تجربة في هذا الميدان سيفيدنا في ذلك وفي جميع المستويات، لأن كاين معنا إخوان وأخوات من إعداد، كاين الإخوان والأخوات من الثانوي حتى من الجامعي، فبالتالي نحاول نشوفوا هذه الإمكانية. فدوري مرة أخرى كنحاول يعني نقلب على الكلمات المناسبة باش نشكر هاتين طاقتين الشابتين اللي هما السي امين لويزي والسي وراه ما غاديش نتفاكوا معاهم، راه في الحق جو سوي تري ساتيسفي بور كو اللي صدق علينا مرحبا. عندنا لقاءات اخرى بطبيعه الحال، هذه لن يتوقف هذا العمل هنا، ولكن كما ترك العاده في خلال اي لقاء دونك اون ديباسي اللقاء ديالنا نتوجه الاستاذه عادل على انه راه سي تا 15 دو 15 ا 17 بريسيزيمون دونك اون لا ديباسي دو 17 مينوت مي بور سي 2 3 ديرنيير مينوت غادي نعطي الكلمه لسي بلال العجوري اللي هو كذلك عضو المكتب الوطني وعضو المكتب ديال فرع طنجة. نعطيه الكلمة باسم المكتب المديري قبل ما نوقف اللقاء. تفضل سي بلال. السلام عليكم. في الحقيقة أنا استمتعت بدوري بهذا الموضوع اللي هو الجديد ورائع. بهذه المناسبة أود أن أشكر سي طه العتني بشكر خاص وشكر حار. أتمنى أن نلتقي به بشكل مباشر ونتبادل أطراف الحديث بشكل معمق. أشكر سي أمين لويزي على مبادرته في تنظيم هذا اللقاء في إطار الموسيقية الجهوية دار البيضاء سطات. أضيف فقط أؤيد سي طه فيما قاله أن الهواتف الذكية إلى ما سيطرش إلى ما دخلش لها التعليم فإنه غادي يجتاح التعليم، هذه ضرورة حتمية. وبالتالي التعليم عن بعد واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة هي ضرورة حتمية لأنها أصبحت في متناول الجميع بدون استثناء. ما بقاش الهاتف الذكي يعني في يد غير بعض الفئة دون فئة أخرى. بعض الدراسات كتأكدنا مثلا في دول بحال الهند والمغرب ودول مثلا جنوب أفريقيا تونس أن أكثر من 95% من الفئات العمرية اللي هي بالغة ولا مراهقة تتوفر على هاتف ذكي. بدون شك أن في كل أسرة عندنا هاتف ذكي، هذه ما فيهاش نقاش. وبالتالي خصنا نستثمروا هاد الوسيله اللي هي متواجده ومتوفره في المنازل ديالنا كمعين ديداكتيكي ومعين تربوي للعمليات التعليميه. هناك فئات متعدده
تعتمد على هذا على هذه الوسيله بشكل خاص، اطفال اللي عندهم صعوبه في التعلم، المنقطعين عن الدراسه، المتاخرين دراسيا، اللي عندهم مشاكل في المؤسسات التعليميه. دونك هناك امكانيات كثيره يجب ان نحفر وان نبحث وان نجد السبل لارساء هذه يعني هذه الوسائل ولاستعمالها بالكيفيه اللازمه، وتحفيز التلاميذ مساله مهمه جدا. هنا يجب الاشتغال على مستويات متعدده كما ذكرتوا. دونك اللقاءات ديالنا ما زالت مفتوحه، نعتبره لقاء اول فقط، سيليه لقاءات اخرى. الاسبوع المقبل سيكون اسبوع غني، ان الموسيقيات المراكش هي تهيئ برنامجا من 3 أيام في مجموعه من الانشطه، سيعلن عنها قريبا، وبالتالي ادعوكم، ادعو الحضور الكريم للمشاركه في هذه الايام 3 التي ستنظم في اطار هذه الديناميه التي اطلقتها جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض. كي لا اطيل عليكم، اشكركم جزيل الشكر واتمنى لكم رمضان كريم. شكرا لك. تفضل سي أمين. شكرا سي بلال، شكرا بارك الله فيك سي بلال العجوري من فرع طنجة، واشكر بدوري مرة اخرى واهني البطلين الشابين اللي كانوا في الحقيقة داروا دورة متميزة، واكيد ان السي طه موعدنا على انه غادي يعاود معنا بتفصيل وبخصوص على المستوى التطبيقي لهاد الاشياء، وسنعملوا ان شاء الله. شكرا. اضافة الى فرع مراكش، ففرع الدار البيضاء له برنامج جد مكتف، 5 أو 6 لقاءات نود يعني جيدين لها بمدخلة سيد عميد كلية بن مسيك اللي وعدناكم به، وأكررها مرة أخرى، ولا زلنا ننتظر تفاعلات وتحديد يوم لقائه، ولقاء مع أستاذة جامعية عضوة في التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وستكون المداخلة باللغة العربية، وكلية العلوم والتقنيات بن ملال كذلك ستكون مباشرة بعد العيد. إذن هادشي كله سيكون الإعلان عنه كما جرت العادة بالتوقيت والتواريخ. شكرا مرة أخرى لجميع الزملاء والزميلات، وآخر كلمة هو عيدكم مبارك سعيد، ونتمنى أن نهاية الحجر تتم بسلام وتكون لنا فرص كثيرة للقاء، وبارك الله فيكم وشكرا للجميع. شكرا. نشكر السي طه على المقدمة، وكنشكر جميع الحضور وعلى رأسهم سي برزيق، وكنتمنى عيد مبارك سعيد للجميع، وإلى اللقاء في لقاء آخر. شكرا لكم.